ورح نتعرف هلأ على 4 من المتسابقين الثمانية اللي هم متسابقين بغذائك صحتك للموسم الرابع. مرحبا رزان، أهلا، كيفك رندا؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني نحن ملاحظين أنه غذائك صحتك عم تاخذ كتير نجاح، دلالة لأنه عم بيكبر عدد المتسابقين. مزبوط. يعني صرنا هلأ الموسم الرابع والعدد عم بيصير 8. بلشنا بواحد بريم حنانية، بعدين صرنا شخصين، بعدين الطلب زاد أكتر صرنا 4، والمرة هاي 8. ويعني كان نفسي وقفت أنا والمخرج إنه في كمان مجموعة حابة أضيفها. يعني إحنا أخذنا مجموعة بدهم ينزلوا وزن كتير، أخذنا مجموعة أطفال المرة هاي، وأخذنا مجموعة بده يزيد وزنهم. كان في مجموعة كمان في عدد كبير منها، وكتير زعلت إني ما قدرت أخذهم، بس لأنه بهاي البرنامج بفقرة صغيرة ما بنقدر، اللي هم المجموعة بدهم ينزلوا وزنهم بس بكمية قليلة. يعني 5-10 كيلو، اللي ما بدي أظلمهم وأحطهم مع بدهم ينزلوا وزنهم 40 و50 كيلو مثلا. شفناهم بالمرة هدول الجاي. ان شاء الله المرة الجاي بيكون لهم نصيب كمان بهذا البرنامج. اوكي، خلينا نتعرف على المتسابقين. محمد موسى. محمد انت بدك تزيد وزنك. وهديل. السلام. وهديل كمان بدك تزيدي وزنك. ونتعرف هون كمان على محمد الرفاعي، بدك تقلل وزنك. طفل محمد عمرك 11 سنة وانت بالصف الخامس. اهلا وسهلا محمد. وديما كمان، ديما قاسم عمرك 10 بالصف الخامس وبدك كمان نزلي وزنك. طيب هلا محمد وهديل، رح تكونوا انتم متنافسين في زيادة الوزن. طب محمد، شو بتتخيل الفترة رح تكون يعني اللي جاي؟ او شو اللي حمسك اول شيء خلينا نقول انك تشارك بغذائك صحتك؟ والله اللي حمستني امي، وشافت المتسابقين اللي قبله وحكت لي روح جرب. وان شاء الله يكون حظنا كويس وتكون منافسة قوية كمان. كتير حلو. شو بتعمل طالب محمد؟ طالب كلية الهندسة. اوكي، اهلا وسهلا. هل يمكن انت شفت عبد الرحمن معنا، انه كنت تتابع عبد الرحمن؟ طيب هلا انت كيف بتتوقع، يعني هل فقط يكون صعب مثلا انك تزيد وزنك؟ شو توقعاتك؟ هو راح يكون صعب، بس ان شاء الله مع الاراده والتصميم ان شاء الله يكون سهل. لا الحمد لله. وهديل، هلا عاده الصبايا بدهم يضعفوا، هلا قليل من الناس عم يحسدوها كثير اليوم. قلنا يا ريتنا بنقدر ناخذ وزن من حدا ونعطيه لحدا ثاني. شو رايك تعطيهم محمد؟ تعطيها انت 3 كيلو لهديل، وكمان ديما بتعطي 3 كيلو وخلصنا. نخلص بدلهم. هديل، شو خلاكي تتشجعي وتقدمي لغذائك صحتك؟ انا شفت الاشتراك المره الماضيه، ولما شفت لما اجى مره ثانيه وكيف انه زاد 12 او 13 كيلو، انه حسيت انه ممكن، انه شجعني كثير صراحه انه اقدم للبرنامج. وممكن هلا اني جربت كثير، وعقد ما زاد وزني ونزلته زاد وزني ونزلته، يعني كانت الشغله متعبه، وبالاخير يعني الجسم بتعب كمان لما تضلك تزيدي وتنزلي وما توقفي على وزن انت يعني بالنسبه لعمرك ولطولك ولكل شيء ممكن يكون مثالي. فلما شفت شفت اللوغو تاع البرنامج حبيت كثير، يعني تشجعت انه حسيت انه كمان ممكن تكون شغله ممتعه لما تكون الشغله فيها انه بين انك يعني بينك وبين حدا ثاني ممكن تزبط، انه انت بتتشجعي اكثر. حلو. بالاخير طب رزان، بزبط المنافسه بين شاب وصبيه؟ يعني كل واحد طبيعه جسمه شكله. احنا رح ناخذ نسبه، يعني رح ناخذ نسبه اكثر على الوزن، بس يجوا عندي على العياده ونشوف في الوزن قد ايه وقد ايه بدنا نزيد وزن وبناخذ نسبه. طبعا رح ندخل الرياضه كمان، لانه كثير بهمني انكم تزيدوا صح. يعني شفتي كيف عبد زاد عضل اكثر ما زاد دهن. طبعا الا ما يزيد الدهن، لانه احنا بحاجه، خاصه اذا كنا كثير اندر ويت يبقى لازم نزيد شويه دهن. بس بهمني اكثر انه مش نزيد بطريقه عشوائيه. يعني كثير ناس بيفكروا انه زياده الوزن سهله، خلاص روحوا كلوا جنك فود. طلع مش سهل، يعني مش هم شكلهم جربينها. انه انا يعني بتوقع، ما بعرف انه رأي مدام رزان، انه اللي بده يزيد وزنه كثير اصعب من انك بدك تنزل وزنه. اللي بده تنزل وزنه ممكن يعني تتحكم نسبه الدهون، الكوليسترول، يعني شغله يعني فيها تحكم. اما اللي بدك تزيد وزنك ممكن شغله تكون اصعب، بدها يعني ضبط اكثر في الموضوع. بدها ضبط اكثر، لانه موضوع زياده الوزن بتحكم فيها اكثر من شيء. يعني تخفيف الوزن كمان بتحكم فيه، لكن مثلا باسوأ الحالات الشخص بنزل كيلو بالاسبوع. نحن بنقول باحسن الاحوال اذا بنزيد 2 كيلو بالشهر بيكون ممتاز. هيك هالقد صعب، كثير اصعب. ليه؟ لانه انت اول شيء في شهيه بتتحكم بالموضوع، في انه انت كل ما عم تاكلي اكثر كل ما عم بيزيد الحرق للهضم وكل هاي الاشياء. ولانه مبدا الناس غلط، الناس مرات كثير بتفكر انه انا اذا بدي ازيد وزني يعني باكل
الدهون اكثر، هون بصير يسد الشهيه اكثر. نحن بدنا نركز على الاغذيه المفيده صحيح. المغذيه الصحيه اللي تزيد الوزن وتزيده بطريقه صح، من غير ما انه خلص يلا روح كل اكثر، مش هذا الحل. واكيد جربتوا تاكلوا اكثر وما استفدتوا. نحن بدنا ناخذها بطريقه مدروسه اكثر حسب سعراتكم، والرياضه رح يكون لها جزء كثير ضروري لبناء العضلات لتنشيطها لحتى تاخذ الشكل اللي بدك اياه كمان احسن. يعني ان شاء الله بنستنى ونتابع محمد هديل. بدنا نشجعه كثير لانه محمد كان كثير متردد. هلا نشجع كمان اكيد هديل، لكن للمترددين بدنا تشجيع لهم اكثر علشان أكيد. خلص هلا دخلت بالبرنامج فيش انسحاب. لا اكيد لما يبلش يشوف نتائج، وخصوصا انت عم تحكي يعني بصير اسلوب نمط الحياه مختلف، فاكيد الواحد لما يلاقي نتيجه بيمشي. بنتمنى لكم التوفيق. نيجي للاطفال الحلوين محمد الرفاعي وديما القاسم. هلا محمد انت قدمت اول مره بس ما اختاروك، شو اللي خلاك ترجع تقدم المره الجايه؟ يعني ما يئست وقلت لا خلاص بدي اخفف وزني؟ وعشان عرفت انه السمنه لها امراض مثلا زي السكري وكبد وكلى، وانا ما بحبش هذول الامراض ما يكون عندي. ما احلى. طيب هلا جاهز انت؟ يعني كيف بتتخيل الوضع اللي راح يكون معك هلا لما تبلش بالرجيم مع رزان؟ بالعكس راح تكون نفسيتي احلى وانشط. متحمس يعني. برافو محمد. وهديل هو ديما انت قدمتي، مين قدم؟ انت يعني من عندك ولا الماما شجعتك؟ كيف؟ انا كل عائلتي كانت تشجعني، بس انا اكثر شيء ماما كانت تشجعني وعمتي، ضلهم يحكوا لي اضعفي اضعفي. لما اروح السوق كنت بدي اشياء بس ما كنت الاقيها وتيجي على قدي، فأنا صممت إن أشارك وأفوز كمان. ما أشترك حدي قوي كتير رح يكون بين محمد وديما، فهلا رح يكون منافسة بين محمد وديما. طيب هلا محمد كيف متخيل؟ حاسس إنه رح يكون شوي صعب إنك هلا أنت بالبيت بتاكل كل شيء بدك إياه؟ أنا مثلا باكل كل شيء بدي إياه. بتاكل وجبات سريعة من برا كتير؟ وهلا اذا مثلا قالت لك رزان ممنوع مثلا ناكل هالبطاطا المقليه والهمبرجرز اللي من برا والشيء المقلي؟ عادي اساسا لانه الشيء لمصلحتي. جاهز. برافو. يعني انا كثير مبسوطه انه عندنا اطفال. برافو عن جد. انا كثير مبسوطه انه عندنا اطفال بهذا الوعي صح. انه عارفين انه شيء مش كثير يعني منيح لهم. حتى بالمدرسه كمان رندا اكيد بدايقك يمكن الوزن محمد وديما. وبحصه الرياضه كيف بتكون محمد؟ بتلعب كويس؟ بتلعب رياضه؟ بتقعد تحرق؟ ديما كيف حصة الرياضة بالمدرسة؟ حلو منيحة يعني طيب هلا ايش بتتخيلي؟ كيف تتخيلي الفترة رح تكون؟ هل بتتخيلي انه صعب اشي يجع بالك تاكليها مش رح تقدري؟ قد ايه متحمسة انت للفترة الجاية؟ انا كتير متحمسة، بس كتير انا بحب الاشياء بس ما بحب الحلو، بحب كل شيء غير الحلو، هذا اللي نصحني. بس انا حسيت انه بساعدني اني بحبش الحلو. مزبوط، يمكن يكون اخف لك اذا مش كتير بتحبي الحلو واسهل لك. بس انا كثير باكل خبز ورز وهالاشياء. وانا ما رح احرمكم منهم اكيد، نحن بدنا ناكل كل شيء، لكن رح نعمله رح نعمل كميات الصح، رح نبدل اشياء بدل اشياء، يعني ما رح اقول لك ما تاكل مثلا همبرجر وخلص، لا رح اعلم ماما كيف تعمل لك اياه بالبيت. بدل الحلو رح ناخذ فواكه مثلا، اشياء مفيده، اشياء مغذيه، خبز رح ناكل بس الزياده هي اللي رح نقيمها، فما بدنا نجوع، بدنا نقيم فكره الرجيم الصعب ومتعب وانا عامل الرجيم وكذا، لا نحن بدنا ناكل اللي انا بدي اياكم تعرفوا انه احنا رح ناكل صحي. نحن بدنا بهذه الفتره نتعلم ناكل صحي زي ما قال محمد، قد ايه السمنه عم بتاثر على امراض كوليسترول وقلب، وانتم لساتكم كثير صغار، بدنا نكبر صحيين ما بدنا نكبر تعبانين، ونطلع كسماتنا حلوين، وديما تصير تلاقي اللي بدها اياه بالسوق، وكمان محمد هيك شاب امور. لانه محمد كانت عم بتخبرني كمان امه بال هلا باك ستيج انه كثير عم تتغلب بالاواعي، يعني هلا بهذا العمر كمان صح صح. عم بيصير في بين انهم عم بيلبسوا من لبس الاطفال وباللبس الكبار لانه السايز ما عم يجي عليهم، فنحن لا بدنا اياهم يعيشوا طفولتهم، يلبسوا الفساتين الحلوه والشورتات والاواعي وينبسطوا اكثر كمان فيها. قد ايه بتتوقعي بدهم وقت ليوصلوا الوزن المثالي؟ هلا معهم رح يكون اصعب، عشان هيك مش اصعب يعني رح اكون اكثر سلسه معهم، ما رح اكون اكثر قاسية زي الكبار لانه لسه عمرهم اصغر، ولانه وزنهم كمان يعتبر ريلاتيفلي اقل، يعني صحهم عندهم زياده وزن لكن هم مش بالميات. مش رح تاخذنا يعني فتره اطول. فعشان هيك هم هلا بالمنافسه، ما رح يطلع واحد منهم بعد بشهر، رح نعطيه شهرين. لا رح نعطيهم مده اطول اللي يشدوا حيلهم اكثر ويلحقوا بعض.
اوكي. وهدية ومحمد قد ايه تقريبا بدهم وقت ليوصلوا؟ نفس الشيء، رح نعطي نحن اول شهرين يعني. بعدين واحد منهم بيطلع وبعدين الجزء الثاني بيكمل الشخص بعديها، وبنشوف كيف البروجرس رح يكون يعني. بس انا بتوقع ما حيكون اقل من 5 كيلو ان شاء الله، بنشوف قد ايه رح تاخذنا مده. طبعا ببين معنا من البدايه ان شاء الله والنتائج بتبين. هلا احنا تعرفنا على 4 من المتسابقين الثمانيه بالموسم الرابع، رح نتعرف على الاربعه الثانيين بهذا التقرير ونرجع نتحدث عن معهم. خلينا نشوفهم مع بعض. مرحبا، تعرفنا بالأسبوع الماضي على المجموعة الأولى اللي رح تشارك معنا بفقرة غذائك صحتك، واللي هي رح تكون لتخفيف الوزن. هلا أنا عم بستنى يجوا لعندي أشوف أوزانهم قدي ونحدد مع بعض قدي كل واحد بده ينزل فيهم. توقعاتهم كلهم كانت بين 30-40، زياد كان بتوقع أنه بده ينزل 80 كيلو. بدنا نشوف نسبة الدهون عندهم، نشوف أوزانهم ونبدأ الشغل معهم. خلينا نتعرف عليهم أكثر. هلا إحنا وزننا اليوم كنت متوقع بصراحة، عشان هيك أنا جيت وشاركت، لأني كنت أتوقع وزن زيك ومش لازم أكون أبداً. ومنافسة كتير قوية بالضبط، إنه إحنا معنا أوزان تقريباً يعني كلنا فوق 100 زي ما بتقولي، ولازم كلنا نخسر الوزن هاد. في منافسة كتير قوية ولازم شد حيلنا، وأنا شد حيلي بصراحة، فلازم يخافوا مني شوي لأني بملش قبلي. إن شاء الله ما حطلع أول، بس إذا صار وطلعت مع أنا ما خلص، ما صار في بوش بالنسبة إلي لازم أكمل يعني إن شاء الله، يعني مش هخسر، بس أنا مش هخسر. لازم أحد يقنع حاله أنه مش رح يخسر. هاي هي اليوم إجينا وزننا، وبصراحة كتير انصدمت من وزني. أنا كنت مفكر أنه وزني رح يطلع 150-155، طلع 182، فعم نحكي عن تقريبا 30 كيلو زيادة. فأنا يعني أعلى رينج بيناتهم للمتسابقين بيناتنا، وتعرفنا على بعض أكثر اليوم وعرفنا شخصيات بعض أكثر يعني. ويعني حبيت إنه شجعنا بعض كلنا يعني، ونفس الوقت إنه كل واحد جاي عنده هدف يعني، إنه بده هو يكون الفائز يعني، هو اللي يجي المرحلة الأولى يعني، يجي الأول بالمسابقة. بس يعني بالنسبة لي أنا يعني متشجع كتير يعني، ولازم نكون متشجعين يعني عشان تقوى المنافسة بيناتنا. وأنا بصراحة بالنسبة لي الرسك علي أكبر إشي، لأني أنا محطم رقم القياسي بيناتهم يعني، فلازم إني يعني أبذل جهد أكتر من اللي معي، مستعد إني أقطع الأكل بحياتي، ما أكلش أبداً يعني بالمرة. طبعاً بالنسبة للفوز أنا طبعاً لازم يعني، إنه يعني أنا جاي بصراحة بروح قوية يعني، وإحنا هون نعتبر مقاتلين بصراحة، لأنه كل واحد بده يتخلص من الحمل اللي عليه يعني. وأنا بالنسبة لي يعني بصراحة جاي ومصمم يعني، وإن شاء الله خير يعني، إنه راح يعني زي ما بقول يعني، لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، فهذا الإشي رح يكون لازم كل واحد فينا يكون عنده هذا الإشي، وأنا جاي وعندي إن شاء الله. قبل شوي إحنا توزننا وكل إشي وهيك، بس أنا صراحة لما توزنت صار في عندي يعني إشي عند advantages و disadvantages. إنه أول إشي اليوم أنا حسيت حالي أول خطوة على سلم النجاح يعني، سواء أنا يعني إن شاء الله حصلت على المركز الأول أو ما قدرت، يعني رح أعمل اللي علي، لأنه كلياتنا متحمسين، كلياتنا عنا من جوا حابين نغير. بس إنه أنا حسيت إنه شوي خايفة، لأن أنا أقل وزن شوي فيهم، بس طبعاً مش أقل وزن بالحياة العملية لأنه أنا أوفر ويت طبعاً. بس إنه حسيت إنه في عندي روح التحدي بزيادة، وفي نفس الوقت خفت. طبعاً كلياتنا إحنا كجروب واحد يعني، كلياتنا عنا الدزير إنه ننزل. بس صراحة أنا بحب أوجه رسالة لطارق، لأنه حطتني براسه إنه أنا رح أكون بالك، إنه ما تفكر أنا رح أكون هينة ورح أخسرك ورح أخسرك ورح أخسرك. اليوم بلشنا الجد وبلشت المسابقة. طبعاً اليوم جيت قست وزني، وطبعاً ما كنت متوقع الوزن اللي أنا كنت متوقعه، يعني كنت متوقع 120 يعني، بين 120-130، بس اللي طلع 131، فأنه انصدمت شوي. فبلش هلأ في منافسة وراح نتحدى بعض. طبعاً أنا تعرفت على المشتركين اليوم كلهم، وأكيد تعرفت عنهم قبل، بس اليوم يعني حكينا مع بعض وقعدنا وهيك، وحسينا إنه قديش بدنا ننافس بعض، وكان في يعني كنا نضرب بعض يعني عشان تفوز. فإن شاء الله خير، حاسس حالي راح أفوز إن شاء الله، لأنه بدي أتحدى حالي وحطيت الجد يعني، حطيت الجد.
اليوم لما شافوا أوزانهم تفاجأوا أكتر كتير، في منهم أحبطوا، في منهم تشجعوا أكتر لحتى يكملوا، بس أكيد كليتهم مصممين إنهم هم يستمروا ويفوزوا. طبعاً ما رح أقدر أعرف لسه لهلأ مين اللي رح يطلع أول شيء، لساتنا بأول المشوار، بس أكيد قدامهم شغل كتير، والثلاثين والأربعين والخمسين كيلو أكيد هدف ما رح نحققه بيوم ولا بشهر، بدنا وقت كتير أكتر لحتى نوصلهم كلهم للوزن الصحي اللي يكونوا مرتاحين فيه. خليكم متابعين معنا المشتركين بالمجموعة الأولى، ورح نشوف كمان بقية المجموعات بفقرة غذائك صحتك. رزان، هلأ من الموسم الأول اللي بلشنا بمتسابقة واحدة للموسم الرابع اللي صاروا هلأ 8، قديه عم بتحسي عند المشاركين لما بيزيد عدد المتنافسين بأثر؟ كتير يعني شفتي هلأ كانوا راح يضربوا بعض بعد شوي إنه أوريدي لسه ما بلشوا وصارت المنافسة، لأنا اللي بدي أفوز. يعني عم الحلو إنه عم بحبوا بعض، بيشجعوا بعض، بس بنفس الوقت لأ أنا بدي أفوز. يعني لما بيجوا للجد لا انا بدي افوز، والمنافسه كثير عم بتساعد. عشان هيك انا حتى المره هاي دخلتها للي بدهم يزيدوا وزنهم. يعني الموسم الماضي كان اللي يزيد وزنه بس عبد لحاله، بس حسيت قد ايه روح المنافسه بتخلي الواحد اكثر يتحدى، وهذا جزء من البرنامج كمان، لانه لما عم بيطلعوا على الهواء عم بيكون برضه انه فيش مجال خلص. يعني الناس عم بتشوفنا، الناس بدهم يشوفوا الفرق، في تحدي اوريدي بينهم بين حالهم وتحدي بينهم بين بقيه المجموعه، وهي اكيد رح تشكل كثير دافع كبير. اكيد دافع كبير. شو رايك محمد؟ ان شاء الله المنافسه تكون قويه. ان شاء الله ان شاء الله. وهدي كثير مبسوطه بالفرق بمحمد. يعني الفرق بين المتردد لهلا هلا بلش يتحمس وهلا خلص. يعني بدك تنتبهي هدي، لانه صار منافس قوي كثير. صار منافس قبل، كان قبل مش ما بيهدد، هلا صار فيه تهديد. اذا احنا كل تنين تابعونا كل تنين مع فقره غذائك صحتك لنشوف كيف عم بتقدموا المتسابقين. فبنستنى نشوف محمد وهديل، وبنستنى كمان نشوف ديما ومحمد والمتسابقين الاربعه شفناهم بالتقرير ان شاء الله. اذا استنونا كل تنين بفقره غذائك صحتك، وللمتسابقين نتابع أمورهم.